يحدثني بعض الدعاة قال جاءني رجل من 30 سنة لم ينجب، من 30 سنة لم ينجب، قال ما تركنا شاردة ولا واردة من العلاج حتى قال الأطباء لا يوجد لكم علاج. بعد 30 سنة قررت عملية لزوجتي في الرحم من العمليات الشديدة، قال وتم تقرير هذه العملية بعد 2 أسبوع. قال فلما رجعنا من المستشفى بعد زواج 30 سنة قال سمعنا إلى بعض الدعاء يذكر حديث أبي إذن تكفى همك. قلت لزوجتي لماذا لا نكثر من الصلاة على النبي في هذه الأيام قبل العملية 2 أسبوع، لعل الله عز وجل ييسر لك هذه العملية. قال فوقع الجماع في هذه المدة، وبعد 2 أسبوع أكثرنا من الصلاة على النبي لمدة 2 أسبوع. قال فلما ذهبنا في صباح يوم العملية أدخلت زوجتي إلى غرفة العمليات وأخذوا العينات، قال بعد دقائق تم فحص قبل العملية. قال خرج الطبيب قال وينك يا فلان؟ قلت نعم. قال خذ زوجتك وارجع إلى بيتك فإن زوجتك حامل بفضل الصلاة على النبي.